تيبان داكشي مزيان. هذا المشروع مزيان. صدوتي وصدوتي. مبروك المضادرة تيتيش. الله يبارك التجاعيد. واحد. ديري ديري تيتيش ديري ديري شوف ياك. لا تاع والله إلا عرفتي. شوف تيتيش في المشاهد واش يبانوا لك. والله لا تدوخ والله لا تدوخ بالله تيتيش كيدوخو ياك بديتي بديت والله بديت من قبيله الله القسم والله العظيم جاتني ديك الاخره ديال المضادره. السلام عليكم المتتبعين ديالنا الاعزاء، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وهذا النهار هذا جيناكم فيديو جديد ان شاء الله وسط العائله كما كتشوفوا معنا. رحنا ضحكينا شكون عطاتني عمتي واحد النظر والله الا دوخوني. والله الا تيدوخو، انا جربتهم كيدوخو. لا بلاد واخا وحدك كتبغي تدخل كيبان لك بعيد، عرفتي كيولاو عينيك حمرا تيتيش. والله الا ما دوك خصني نديرهم انا باش دابا خاتي سمير علاش كديريهم؟ تاع القرب ولدي عندي نقص دابا واخا بحال هذا التليفون خصني ندير نظر للقرب الله العظيم الا كيحماو. اختي سميره فين غبرتي عليهم على المتتبعين؟ شحال هادي ما بنتي، شحال هادي شناك ولا توحشناك؟ ها قالت لي تيتيش راه عمتي عندنا وانا نجي. الله يحفظك اختي سميره. هي هادي الله يسامح عمتك هادي تيتيش. داك الشيء اللي كاين. المهم المتتبعين الكرام كما كتشوفوا معنا اختي سميره هي وتيتيش. والله الا هاد النهار حنا تجمعنا بالمناسبة كانت عمتي عند ماما وفضلت نجيو انا وياسين عندهم نجمع معاهم وكيكون بابا معنا. كتكون واحد الجو عند ماما تبارك الله عرفتي واحد الضحك والنشاط الحمد لله يا ربي. والفرن شعلتنا والمخمر اسيدي انتم المتتبعين الكرام. اي 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 دا المخمر ديال خالتي يامن المتتبعين ماشي ديال خالتي سميره. لا لا اختي ندير اختي ديال خالتي سميره عاوتاني بوحدو. والله الا الله العظيم خالتي يامن درتو غير بالطحين عادي ياك؟ الطحين ديال الدار. والله الا الله يعطيك الصحة. ما كنحط الطحين تاع الدار الزرع طحين الزرع وطحين فارينة وكيتسمع. الله يجيب شي ولد الناس شعر راسي يا ميما. ميما خصنا نشوف شنو قلتي لنا ولدك. عرفتي شنو؟ راه كان يجاوب الخطاب لخالتي يامنة. ياك بعدا؟ ولكن ما مستعدينش نعطيو هذا. أخيرا اختي تيتيش غتزوج. تحية للمشاهدين داخل المغرب وخارج المغرب. إيوا القضية حنا مع المخمر. القضية في الطاقية. المخمر جملة عليكم أبابا كل ليلة كنجيو. مرحبا بكم. والله ضروري اخويا ياسين. واحد هكا ودي خاتي سميره مازال خاتي سميره. النعمه اللي كيعجبها لها تكون داري عامره وحدها هاد النعمه. علاش باش كنحيدوا القنط وكنهضروا وكنتجمعوا وكنحيدوا القنط كنلعبوا بصراحه هاد الله يرحم محمد الدار الكبير. حتى حنا والله الا ما كانت قنطانه وياسين تيقول لي الله نمشي نكتب مع خالتي يمنى تبارك الله كيكون عندها واحد الجو في الدار غزال واخا يعني غريب جوج كنزيدو عليهم حنا كن صافي وياسين ياسين معاه غير الضحك والنشاط ياك والتقشاف. ختي يامنه بحال الوليده. داكشي اللي كان علينا ختي يامنه واش اختي سميره الله يبارك والله عزيزه عليا بزاف خاصه انت عزيز عليا وعزيز عليا بنتي تيتيش وكلشي مال نداركم كلشي مزيان الله يرحم. عمر هذا ياسين ما كيبغيش يسكت راهي والله العظيم كلشي هذا مفاجاه خليها تزق عليا عيات ما توصي فيا مسكينه كبيره قالت لي راه انا نجي ضروري راه بغيتك شي حاجه شي حاجه فاش جيت دابا قلت لها شنو عمتي؟ قالت لي عندي لك واحد المفاجاه ولكن باقي ما شفنا والو باقي ما كاين والو. والله حتى يدخلوا المشاهدين ديالكم يتفرجوا عندي سميره البركاني نشوفوا المشاهدين. حتى تما عندها تيتيش حتى تما عندها صافي بسرعتها عندك عندي. مرحبا اختي سميره مرحبا عندي. هذا هذا خاتي سميره البركانيه
دخل سميره البركانيه وتفرج ان شاء الله يا ربي تتم عندها على علم الموجز راني متشوقه شي نتشد نسيب ياسين ربي يخليك عمتي وبصراحه ديما مفاجاه انا الحمد لله مفاجاه مريله مفاجاه البنات كاملين ولا ياسين ولا محمد دابا انا ما غنقول وهي قالت البنات ماما ماشي الولاد عادي رمضان مغمضه رمضان مغمضه علاش بتكون ياتي ربي واخا شي والله ما كان شي شوربه من يديك شربة مرحبا يا مرحبا عندكم مرحبا اه سليم يا خويا سليم حتى انا وجدت عجبني الشوربه والله كسكسو حتى هي ما كيعجبني الكسكسو ديالها والحريره كتعجبني الرفيسه ديالها والحريره كتعجبني الشوربه ديالها زيد الحريره زيد يا سيدي هذا انا واحد زيد اش كيعجبك اخا ثلاثه الحوايج عند خالتي هما هادو ثلاثه الحوايج دجاج محمر مفور وعلى وين مسبين بخصوص الحلبه آه. تهضروش عليها هذا النهار بغينا الشوربه من يدين خالتي يمنى باش نحسو خفاف الشوربه كانت بيناتنا شي نسبيه راهنا الشوربه اه يا الدار قلت لها اختي يمنى اش غنديروا العشاء كتكون ديروا والو قلت لها والو غندير شي حاجه سكتي هضرنا اش غديري هاد تنوض ديري ديال الشوربه نتعشاو فيها بصح زوينه زوينه بالكفته كتجيبها ولا الدجاج غنصورها انا قابله على خالتي يمنى هي الكفته ولا الغنمي باش نديرها الكفته ماما حسن راك اختي قالك الضيف ما يتشرط ومو الدار ما يفرغ صلاه عندنا الربيعه الجلسه تيتيش على بركه الله حتى هي راه فيها النفخه واخا هذا راه نسيب هذا المتتبعين والله الا اعز نسيب في العالم هو با محمد ما كاينش بحالو تقلب عليه في الجغرافيا ما تلقاهش يا سيدي في الجغرافيا الفيزيك التاريخ العلوم ضروري يعني راه ما كيبغيوش الناس غير هكا وسيرتو فاش مرضيه كتشوفوا معنا دابا جينا الكوزينه باش نلبيو الطاره ديال سياسي ديالكم على الشوربه وحنا نتعاوني عليها تزي جوانا عندنا والله الا انا جات ليا الضربه بعدا كثرت غير الصابون ولا تيجي ديما تتكثري الصابون كيعجبني اختي الصابون وجافي بصح باش ماني خرجو تيشعلو زوارات كنطوحو ماما كتحطنا الدوسيره وي
امتي قداش الطوسيل كبير صراحه لا ماما صراحه الله ها وماي ما تعاود لك وماما كناكل غير الطوسيل الكبير ما كيعجبنيش بزاف هذا كاع كبير بزاف راه كيبان هكايا ويبيناش ما كناكلو يلا يلا دري 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 عرسان نشوفو بعدا شفتش يعني هو شوفو هاد المتتبعين ديالنا عرفتي خاصك شي مغرف كبير على هاد الحساب كاينين اللي غير ما جبتوش والله الا كاين كبير على هذا انتم ايوا راه خاصك مره اخرى صراحة الله هذه الشوربة الشهيرة ديال ماما هذه الشوربة الشهيرة ديال الام ديالي اللي معروفة بها اللي جيتي قولها ديري لنا مية من الشوربة صراحة تجي واعرة انا نطلع لها في الراس فوق وما جيني نقولها ديري لنا مية من الشوربة باش نعرف ديري لنا اي بالماء لا لا صراحة ياك علاش كتطلبو غير اللي بغيتي والله كتجي غزال وعطيك سلاح دار فورنو ميم واحد الجو غزال والله باقي ان شاء الله غنشي لكم على المتتبعين غنرجعوا ان شاء الله نديروا يعني هكايا وصفات في الدار ان شاء الله وكنتمنوا ان شاء الله انهم يدعموا الام ديالي ويوقفوا معها ان شاء وين الله وينال الاعجاب ديالهم هاد لا فيديو ان شاء الله اختي هادشي كامل كنديروه يعني باش ينال الاعجاب ديالهم يدعموها ويوقفوا معها ان شاء الله ويزيدوا يعطوها افكار ميمنه والله الا المتتبعين بالمناسبه تقدروا تعطيونا افكار في التعليق ديالكم التعليق عندنا في راسنا وينينا شوفوا ميمنه واش في الطبخ واش يعني في داكشي اللي تيعجبهم المهم اي حاجه عجبتكم كتبوها لنا في الكومونتير خديوها لنا وحنا غادي نقراو انا راه نقرا كلشي انا تيخلي فيك نقراكم كيعرف المسؤوليه دراي هاد الدار تبارك الله عامره خصك طيبي خصك هادي بصح المهم خلال كومنتر في كارفور هانيه 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 ايوا المهم المشاهدين ديالي الله يرضي الله الله يلا تبارك شوفوا المتتبعين لا تجيش بزاف خصك ما نجيبو من الغدلة يلا يلا عاودي عاودي فرض الله تحققها شوفوا المتتبعين سير مشي تطيحتو السلام يا مليلة لا ما تخافيش ما تخافيش تجيش كتهزو تعاود تحطو ربي ما حطيه ما تجيبيه مقلوب خفت خليت هزو ماما يلاه نهزو ماني زعما انا كنهزك ساعي وطاطي غير طبيتي بسم الله تيتيش عرفتي اختي دابا هذا المشكله مدوز ديك السخونيه من التحت بصح المهم انا متتبعين غادي نقدم المشاهدين غادي نثبت ونقول لكم مرحبا مرحبا يلاه خليكم على ما نحطو جيت هكا بابا عربي بسم الله ياك هاتع الميمه دوك المراكشي الله يعطي الصحه لي صايبه وسع والله القصر الصحه والراحه تستاهلوا كلشي دابا شكون اللي صايبها ها شكون فيكم حاتيه من البيت باين شوف راه دورات ليا انا غير كورت شوف راه ثاني كورت في طرف الباب والله الا الله يعطيك الصحه خاتي من اختي سميره 10 على 10 كنت تعلمي هادي تيتي هادي بقات تصايبها لنا في الدار ويلي ما كنصايبهاش اخر السنه تيتي شحال هادي خرجتني والله العظيم شحال ماماك ماما كانت صراحة صراحة كنت كنصرعها واحد اليومات كان مريض ديما كندير انا تيتيش مابقاش من اللي صحا مابقاش كندير مابقيتيش كتصرعيها معليش الحمد لله في الدار غالي في العمر انا ما كنتش كنديرها في الدار كنديرها عند الوالدة جبت لك الخبيرة ديال خاتي سميرة شنو جبت ياك والله الا جبتها قولها ولا تلقى لا لا غير خليها خليكم معنا ولكن قولي بعدا انا لا 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 خليك تبارك غادي ندير خاتي سميره غنبداو دابا ان شاء الله غادي نقول لكم ان شاء الله شكرا لا والو مع السلامه صافي زرب علينا سلامات باي باي عليكم المتتبعين هذه نهايه بزربانيت صافي يلا الله يعاونكم